حالة الطقس، بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حدوث ارتفاع في درجات الحرارة النهاردة، حيث تسجل العظمى بالقاهرة 28 درجة مئوية، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة التقلبات اللي بيشهدها طقس البلاد منذ الأسبوع الماضي، ويؤكد الخبراء أن الحرارة سوف تعاود الانخفاض مرة أخرى. معنا الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. برحب بك يا دكتور، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. صباح النور. يعني لو تطلعنا على حاله الطقس خلال الايام القادمه، وهل سنشهد اي تقلبات في حاله الجو يعني بكره وبعده؟ وطبعا زي ما حضرتك ما ذكرتي، في ارتفاع في درجات الحراره النهارده وبكره على القاهره ومعظم مدن ومحافظات الجمهوريه. درجات الحراره بتسجل اعلى من المعدلات خلال هذه الايام بحوالي من 4 إلى 5 درجات مئويه. طبعا ده بيقول ان خلاص الاجواء بتستقر نسبيا خلال هذه الايام، ولكن راي الارصاد دائما بالمتابعه وبالخرائط اللي بنشوفها وصور الاقمار الصناعيه بنقول ان لسه في تقلبات جويه وارده خلال الايام اللي جايه. وفقا لتقارير هيئه عامه الارصاد الجويه بتقول ان في انخفاض في درجه الحراره يوم الجمعه، ترجع تاني للمعدلات الطبيعيه. لو قلنا يوم الخميس درجه الحراره 28 او 27 درجه على القاهره، ضمن المتوقع ليها يوم الجمعه ان تنخفض الى 22 و21 درجه مئويه. ده طبعا حول المعدلات الطبيعيه، ولكن تغير في الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا وتغير في نوعيه الهواء اللي بياثر علينا. بعد ما كان هواء جنوبي بارد ساخن وفي اتربه وشوائب عالقه في الجو، هيبقى في سحب وفرص امطار على السواحل الشماليه ومناطق الوجه البحري، قد تمتد الى القاهره يوم الجمعه. أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، ولكن بتوضح لنا إن إحنا لسه في فصل الشتاء وفصل التقلبات الجوية اللي وارد إنها تحدث في أي وقت. أنا بشكر حضرتك دكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، شكرا ليك يا فندم.